عشاق الرياضة أينما كنتم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في هذا الموجز الرياضي، ونستهله بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها محمد أوزين الذي استبق اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدا أن المغرب قرر وبشكل راجعة فيه تأجيل كأس الأمم الإفريقية بسبب تفشي وباء الإيبولا. أوزين كشف أنه لا ينبغي المغامرة بأحد أهم عوامل نجاح البطولة وهو الحضور الجماهيري، مشيرا إلى أنه لو أقيمت البطولة في هذه الظروف فإن الجماهير لن تحضر إلى الملاعب. أوزين كشف أيضا أن هناك تخوف آخر من عدم السماح لبعض اللاعبين من الحضور من طرف أنديتهم، وبوفاة أكثر من 4000 شخص بسبب وباء القاتل في عدد من دول القارة، تبدو رغبة المغرب واضحة في تأجيل البطولة ولو لأشهر تنفيذا لتوصية من وزارة الصحة المغربية. وعلاقة بطلب تأجيل الكان الإفريقي، فقد كشف الناخب الوطني بادو الزاكي أنه إذا تم إبقاء الموعد الأصلي للكان فإن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، لكن في المقابل أكد أنه إذا تأجلت البطولة فسوف يجري مجموعة من التغييرات على مستوى برنامج المباريات الودية أمام كل من البرازيل والأرجنتين وإيطاليا. وفي السياق نفسه أكد الزاكي استعداد المنتخب الوطني لاستحقاقات القارية وأنه يعمل على رفع درجة الثقة خلال اللقاءات الودية. يشار إلى أن مصير الكان لا زال غير معلوم مع إصرار المغرب على تأجيل تطبيقا لتوصيات وزارة الصحة ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نبقى في الملاعب الوطنية، حيث فوجئت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالطلبات الكبيرة لأنصار نادي سان لورينزو الأرجنتيني على تذاكر مباريات ناديهم والذي يمثل أمريكا اللاتينية في المسابقة نفسها، حيث بلغت أولى التقديرات بخصوص حجم الطلب هذا 5000 تذكرة، وتتنبأ التقديرات التي تم إنجازها بحضور أكثر من 10000 من أنصار سان لورينزو و20000 من ريال مدريد المشارك في المسابقة نفسها. ونختم بجديدية الكرة الصفراء، حيث تقدم السويسري روجر فيدرير إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين مستفيدا من فوزه ببطولة شنغهاي الأساسدة هذا اليوم. وتبادل فيدرير موقعهم الإسباني رافائيل نادال الذي تراجع للمركز الثالث، فيما احتفظ السربي نوفاك جوكوفيش بموقعه في صدارة التصنيف العالمي، كما احتل السويسري فافرينكا المركز الرابع يليه الإسباني ديفيد فيرير. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء.